سعيدة. بداية مشاهدينا بدي عيدكم وأتمنى لكم عام جديد مليء بالابتسامات والأخبار الحلوة، وإن شاء الله ما بتنعاد علينا سنة مثل 2020. أما فنيا وبليل استقبال العام الجديد، شهد لبنان عشرات الحفلات يلي قرر إحيائهم بالساعات الأخيرة قبل نهاية 2020، وذلك طبعا مراعاة لقرار الدولة اللبنانية. وكان مفاجئ امتلاء معظم الحفلات بالجمهور يلي وصل من كل المناطق اللبنانية وبعض البلدان العربية لحضورهم، ودفع سعر البطاقات ما بين 500 ألف و 4 مليون ليرة. والحفلين الأبرز يلي كانوا هن بفندق الحبتور أولهم يلي أحياه كل من الفنانين عاصي الحلاني وملحم زين ونادر الأتات، وحفل الكازينو يلي أحياه الفنان معين شريف. نبدأ بالكازينو مع الحفل يلي ملي الحضور وأطرب للسنة الثانية على التوالي صالته وناسه معين يلي أصر يكون بلبنان بليلة رأس السنة ويحيي حفل جميل جدا. رمزية الكازينو بما يمثل ومعين شريف لتاني سنة، قد ايه هذا الموضوع؟ شو بيترك عندك هذا الموضوع؟ هلا انت بتعرف انا مطرح ما بتنوجد الحبايب كلها عندي كازينو، بس انه هلا لاخذنا حقنا في البلد انه كان مصادر الكازينو، كان مصادر، وهذا بده حلقه بدي بحكي الموضوع انا وياك بشي تقرير تاني. في كتير ناس بيجي بيقولوا لشو الحفلات هلا؟ كورونا وعجقه وناس، شو ردك على هذا؟ فيك تعتبر نوع من انواع الصمود، واثنين يمكن عم بعمل واجب مع هالبلد اللي كل عمره خيره علينا، يعني مش انه والله اذا هلا البلد نهار كلنا ندور ونروح لبرا، وما أدراك ما برا. يمكن هالسنة خافيت لنا شوية بوادر انفراجات، أنا بحس محاولات كلها استنفذت، ما بقى في شيء ما عملوه فينا، ونحن خلص رح نضل على نفس الموقف. فإلى كل من يراهن انه نحن الجوع يركعنا، ما مش ممكن انه نخضع، لا خضعنا للطيران ولا خضعنا للدبابة، وما رح نخضع للدولار. حتاخذ الفاكسين؟ مبدئيا لا، بدي ماني واثق، بدي شوي اخذ وقت. ومن جهة أخرى وبأوتيل الحبتور، تمتع جمهور كبير بليلة رائعة مع الفنانين عاصي الحلاني وملحم زين ونادر الأتات يلي أصروا هالسنة أيضا يحيوا حفلاتهم بلبنان، فوصل حضور بالمئات. تقدموا مجموعة من المشاهير جاءوا لينطربوا بأصوات وحضور مميز وغني مع ملحم وعاصي ونادر يلي أحيوا حفلة من العمر. السنة اللي مرقت كانت صعبة، بعرف على كل العالم، إن شاء الله يا رب علينا بلبنان وعلى كل أهلنا بالمنطقة العربية والعالم بتكون سنة حاملة المحبة والاستقرار، والله يخلصنا من هالوباء اللي كلنا عم نعاني منه. يعني كلنا بنعرف إنه كورونا هو كان الجائحة اللي هي كارثة على كل العالم، فبنتمنى إنه هالفاكسان اللي عملوها فعلا تلاقي نتيجة ونخلص من هال تعملها للفاكسان. اذا كان اكيد يعني عم نعمل شيء هو نتيجة اختبارات، وفي اهم الناس عم بتعملها، فمفروض نعملها اكيد. شو محضر ل 2021؟ يلا اكيد في البوم جديد عم بنشتغل عليه، صار جاهز، وفي كليب رح نصوره قريبا. حلوة، كان تحدي كبير، ولكن دائما الشعب اللبناني بيكسب الرهان. شوف عينك، يعني الحمد لله كل شيء منظم، كل شيء تمام، التباعد تمام، كله زي الفل.
أمنيات ل 2021؟ أمنياتي تكون أفضل من 2020 حكما لأنه كانت كارثية 2020. طيب أبو علي، يلا جاي فاكسين، بدك تاخذ الفاكسين؟ باخده. بدك تاخده؟ باخده، إيه الفايزر باخده. باخده أكيد. لأنه إذا 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 بدنا نقطع التطعيم رح تطلع 10 سنين القصة. ملحي مسكتت بالكوفيد. كخيم ما في شيء مش مزبوط، من وقت اللي طلعوا لقاح صار فيه سلالة جديدة. ما بعرف، أنا ما بديش أقول شيء طبي. أصدق العمل تبع أي عم حلو كثير. هو بده هيك. حلو كثير، أنا لك وضعي كيف أنا ما. يلا. حبيبي. الألبوم، الألبوم بالصيف إن شاء الله. الألبوم بالصيف بإذن الله. لبنان، لبنان الفرح، يعني هيدي هيك حفلة بتدل إنه لبنان بألف خير، بعدنا عم نفرح، بعدنا. والدليل انه عندنا ناس من العراق، عندنا يعني 40% من الصالة عراقيين، سوريين، فلسطين، من كل جنسيات العربية هون شاركونا الليلة. لهون مشاهدينا بتكون وصلت فقرة فن الخبر ب1/1/2021 لنهايتها.